مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من علاج الألم. حلقة جديدة، ودائما وأبدا نتشرف بشركة سافي فارما للأدوية. وشرفنا النهاردة الدكتور سامح بشارة، مدير عام شركة سافي فارما. أهلا سامح. أهلا بك. أهلا بك، شرفتنا. شرف لينا فندم، ويعني نتمنى يكون المرة الثانية أو الثالثة مع حضراتكم. ده دليل ده إن شاء الله على أن قدرنا نقدم في الحلقات اللي فاتت معلومة طبية سهلة بسيطة للناس تستفاد بيها. شرفتنا يا فندم، ودايما إن شاء الله في لقاءات كده نعرف الناس بشركات المحترمة. ودايما مشرفنا أيضا الدكتور محمد فتحي درويش، أخصائي الطب الرياضي وإصابات الملاعب، وطبيب بالنادي الأهلي سابقا، وطبيب حاليا بنادي إمبريال. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. شرفتنا يا رب بحضرتك، وأول مرة حضرتك معنا النهاردة، ودايما إن شاء الله معناك على طول. إن شاء الله الفترة البسيطة اللي بقى فيها معكم عليها، وإن شاء الله يا رب نعرف نفيد الناس في الأكسسوارات بإذن الله. مش فترة بسيطة ولا حاجة، براحتنا. شرفتونا. ونبدا ان شاء الله كده عشان الجمهور متشوق لعلاج الالم. دكتور محمد، عاوزين نبدا سريعا كده، الاصابات المفاجئه، هي ايه الاصابات المفاجئه وانواعها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بس انا اشكر حضرتك على اختيار هذا الموضوع. الاصابات المفاجئه سنه 2017 نشرت منظمه الصحه العالميه WHO دراسه بتقول ان اكثر من 100,000 شخص يوميا بيعرضوا للاصابات المفاجئه ما بين التواء وخلع او اصابه على مستوى العضلات او مستوى العظام. كلمه يعني كلمه اصابه مفاجئه؟ اصابه مفاجئه معناها خلل حصل في جسم الانسان، الخلل ده على مستوى العضو او على مستوى العضلات او على مستوى العظام. على مستوى العضو زي واحد مثلا تعرض لضربه شمس او واحد بلع لسان. على مستوى العضلات حصل له مز او شد او تمزق في الرباط، سواء تمزق عنيف او بسيط. او مستوى العظم حصل له كسر او شرخ او غيره، دي اسمها اصابه مفاجئه تحدث لاي شخص سواء شخص رياضي او غير رياضي. انواعها، اسبابها، سؤال حضرتك بيقول اسبابها. اسبابها لها ثلاث اسباب مهمين. اول حاجه اصابه تكون مباشره. الاصابه المباشره اللي هو شخص رياضي اتعرض لاصابه اثناء اللعب او حادث طريق، دي اسمها اصابه مباشره. اصابه غير مباشره، واحده ست عادي بتطبخ اتزحلقت وقعت، دي اسمها اصابه غير مباشره. وفي اصابه ثالثه اسمها اوفر يوز، اجهاد زائد عن اللزوم. دول اسباب الاصابات المفاجئه. تمام. مخرجنا الفاضل، الاصابات احنا قلنا الاصابات المفاجئه انواعها، جبت الانواع دي حضرتك، ده اسباب. طب انواعها بقى حضرتك للدكتور سامح، استاذنك بقى دكتور سامح. دكتور سامح، احنا عاوزين بقى نعرف اسباب الاصابات المفاجئه وايه اعراضها. هو انواعها اسبابها زي ما الدكتور محمد اتكلم. تمام. انواعها بقى حضرتك اللي هي بسيطه، متوسطه، تمام، شديده. تمام. ودي بتختلف على حسب السبب، يعني على حسب كل مؤثر يؤدي لنتيجه ما. تمام. يعني مثلا لو واحد ماشي في الشارع وجات له كدمه او خبطه، ماشي، دي على حسب الخبطه دي بتؤدي لايه. تمام. في كل الحالات في كل الانواع وكل الدرجات بيؤدي لالتهاب. يعني أي كدمة زي ما الدكتور محمد قال اللي هي إصابة مباشرة، واحد ماشي جات له خبطة عربية خبطته وقع على ظهره، دي إصابة مباشرة بتؤدي لالتهاب وسويلينج أو تورم. تمام. إصابة غير مباشرة نفس الحكاية، واحد برضو بيلعب كورة جاله مثلا أنكل سبرين، التواء في الكاحل، دي إصابة غير مباشرة بس برضو بتؤدي لالتهاب وتورم. حاجه كمان الاوفر يوز او الاجهاد، ده ايه؟ العضله اتعرضت لمجهود زياده عن اللي هي مؤهله ليه. تمام. يعني واحد ما بيمارسش رياضه، مره واحده فكر يلعب كوره، يقول لك انا النهارده عندي ماتش، خلاص انا عندي ماتش كوره، هروح وخلاص بقى. هو ايه يعني؟ هو فاكر نفسه، حتى بصرف النظر عن السن ملهاش علاقه. تمام. شباب، كبير في السن، صغير، ملهاش علاقه. هو بقاله فترة طويلة ما بيمارسش رياضة، عضلات كلها واقفة. فجأة كده حط في دماغه هو بس ما هو مثلا مكتب شغل قاعد ما فيش حركة خالص. زي واحد زي كده. هيفكر مثلا يلعب كورة. ماشي، أوكي، هتروح تلعب كورة، تنزل مرة واحدة، يحصل لك حاجة اسمها أوفر يوز أو إجهاد أو إيه؟ العضلة بتتنفس بشكل طبيعي. تمام. على حسب المجهود اللي هي بتقوم بيه. طب لو اتعرضت مرة واحدة لمجهود زيادة، إيه اللي بيحصل؟ بينتج عنها او بتفرز حاجه اسمها لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده تراكمه، تراكم اللاكتيك اسيد في العضله هو اللي بيعمل البين.
او بيعمل الالم او بيعمل التقل، دي اشاره افراز اللاكتيك اسيد من العضله، اشاره ان العضله مش عارفه تتنفس كويس. تمام. خد بالك ده هيأهلنا او يخلينا نتكلم على خلي عضلاتك تتنفس، السلوجن بتاع الريستيش. فعلى حسب تعرض العضله للمجهود بيكون الاصابه، لو اتعرضت لمجهود زايد قوي بتبقى الاصابه شديده. وعلى حسب نوع العضله، هل هو مجرد شد في العضله، تمزق في العضله، ده على حسب القوه اللي تعرضت لها العضله. تمام. دكتور سامح، برضو عشان برضو حته المفاجاه دي، برضو نفس الحكايه، برضو لو يعني فجاه مثلا واحد مشي كتير مثلا، وفجاه مثلا انا في يوم مشيت فتره كده قمت من النوم في شد عضلي، برضو دي تعتبر نفس، ما هو نفس الحكايه، نفس الموضوع. انت بتتكلم في عضله مريحه، انت عارف لو انت بتمشي كل يوم او بتمشي جرادوال او مثلا زياده بانتظام، يعني انت مثلا النهارده مشيت تدريج يعني خمس دقائق، بكره مشيت 10 دقائق، مش هتفرق، مش هتحس بيها. انما لو انت مثلا قاعد مريح زي ما حضرتك بتيجي من الاستوديو بتقعد قصاد الناس بتقول الكلمتين وبتروح، هتيجي انت تمشي مثلا 10 دقائق تلاقي رجلك شدت. تمام. سواء دلوقتي او في الوقت اللي انت مشيت فيه او تاني يوم لما العضله تهدى بتحس بالالم، عشان برضو افراز حمض اللاكتيك اسيد اللي بتراكمه بيأثر او بيعمل الالم والتقل في العضله. تمام يا دكتور. استاذنك بس اضيف حاجه على الدكتور سامح، عاوزين نفرق بين حاجتين في الاصابات الرياضيه او الاصابات المفاجئه، بين حاجه اسمها سورنس وحاجه اسمها بين. سورنس اللي هو الاجهاد العضلي اللي هو يظهر بعد المجهود الغير معتاد، واحد ما بيلعبش رياضه او واحد مثلا ما هوش بيمشي بشكل مستمر وفجاه مشى يحصل له الم. امتى يحصل الالم اللي هو السورنس اللي هو ما يقلقش بعد 4 ساعات او 5 ساعات من المجهود اللي هو عمله، ويستغرق 24 ساعه او 48 ساعه ويروح، يكون الم محتمل. بخلاف البين اللي هو حصل اصابه، ده بقى معناه اصابه ان الالم يكون شديد غير محتمل ويستغرق اكتر من 48 ساعه، يبقى عرفنا كده ان هو ان العضو ده حصل له اصابه وليس الاجهاد العضلي اللي هو بسبب الايه الاجهاد المفاجئ. تمام. كده بقى نيجي لسؤال بقى، ايه اكثر الناس عرضه للاصابات المفاجئه، الرياضيين ولا واحد زي كده؟ هو بالعقل والمنطق يقول لك الرياضي. ليه؟ الرياضي بيشتغل مثلا واحد رياضي فنون قتاليه، واحد بيلعب كره قدم، معناه انه هيلتحم مع ناس يعني هم اكثر الناس عرضه الرياضيين. فدي بالعقل والله كويس، يعني ده بيولوجيك كده. انت مش انا هيالك بس طبيا غلط خالص. الرياضي هو اقل عرضه للاصابه كتير مقارنه بالشخص الغير رياضي. الشخص الغير رياضي عمله مكتبي، حتى الحياه اليوميه لو عمل حاجه اضافه زياده، يعني مثلا مشى مشوار زياده عن اللزوم ممكن يحصل له اصابه. لو فكر انه يجري بدون ما ياخد الاجراءات الوقائيه للجري يحصل له اصابه. بخلاف الرياضي، الرياضي ما يحصلوش اصابه، لدرجه ان مجله لانست البريطانيه سنه 2018 نشرت مقاله مرعبه. بتقول ايه المقاله؟ بتقول ان عدد الوفيات بسبب عدم ممارسه الرياضه يتجاوز عدد الوفيات بسبب التدخين. انت متخيل عدد الوفيات في بلاد بره؟ ودي اللي بنفرقهم عننا. ان شاء الله هحاول امشي من هناك. اكل شرب شغل رياضه، احنا عندنا اكل شرب شغل فقط، فاهمين الحياه غلط. لذلك احنا عندنا اكثر عرضه للاصابه مقارنه بالناس اللي بره بسبب عدم ممارسه الرياضه. ما عنديش وقت، لا ده انا استقطع من وقت نومي، استقطع من وقت شغلي عشان امارس الرياضه، عشان اخليني واقف على عشان اكمل اطول فتره ممكنه. صح كده؟ تمام. طب يا دكتور بقى، عاوزين بقى نتفادى الاصابات دي بقى نعمل ايه بقى؟ رقم واحد الرياضه. الرياضه رقم يا دكتور، ده انا اول ما انزل امارس الرياضه باجي مش قادر. هو دي ممارسه الرياضه الخاطئه. ممارسه الرياضه عشان نوصل للهدف اللي احنا عايزينه من غير ما يحصل اي مشاكل، رقم واحد التدريج. التدريج من حيث المده والشده، يعني مده اسبوع بنعمل 4 مرات سبت وحد ونريح يوم الاثنين، 3 و4 ونريح خميس وجمعه، حاجه بسيطه جدا، ربع ساعه مشي، او لو رحت جيم الاجهزه كلها وهي فاضيه تستخدمها. دي اسمه الايه؟ التدريج. طب التدريج حضرتك مثلا مع واحد، معلش واحد زي كده ما لعبش رياضه من 20 سنه. تمام. تمام كده، انا عاوز ابدا من بكره، بلاش بكره، عاوز ابدا مثلا من الاسبوع الجاي. جميل. اعمل ايه بقى؟ بتحب رياضه ايه؟ انا بحب المشي. المشي جميل جدا. عاوزك تمشي كل يوم لمده 10 دقائق فقط، حتى لو انت قادر ما تزودش. واكتر حاجه انك تتفادى الاصابه اللي احنا قلنا عليها سورنس، يحصل لك اجهاد عضلي، اول ما تخلص على طول لازم تستخدم كمادات ثلج بشكل مستمر. دي اللي بيعمل ريفرشمنت للعضلات، تخلي العضله دايما ايه ترجع لطبيعتها تاني. دي رقم واحد التدريج. رقم اتنين الاحباء. واحد يروح مثلا جيم اول مره يروح جيم، مع ذلك يقوم راكب على طول شغال بدون ما يعمل احماء واسترتشات كويسه جدا للعضلات، فيبقى معرض للاصابه مقارنه بغيره. اكثر عرضه للاصابه مين تاني؟ الوزن الزايد. تمام. الناس اللي عندها وزن زايد اكثر يعني عرضه. انت مصاصد النهارده معلش مش عارف. رقم اتنين بعد كده الجفاف. واحد بيمارس رياضه بعنف وماشي كويس جدا بس ما بيشربش ميه خالص اثناء ممارسه الرياضه، هو اكثر عرضه للاصابه مقارنه بشخص بيشرب ميه. يعني المفروض نشرب ميه وانا بمارس رياضه؟
لو بتمارس رياضه ساعتين على الاقل لازم تشرب 3 لتر ميه عشان تعوض كميه العرق اللي عندك، وعشان ما يحصلش تقلص عضلي، لان الميه اكتر حاجه تخلي الانسان يتفادى التقلص العضلي. يبقى احنا قلنا رقم واحد الاحماء والتدريج في الرياضه، تمام. رقم اتنين الوزن الزياده والاكثر عرضه للاصابه، رقم ثلاثة قلنا الجفاف وعدم شرب الميه، رقم أربعة الناس اللي عندهم امراض مزمنه. الناس عندهم امراض مزمنه وبياخدوا ادويه سواء ضغط او سكر او غيرها من امراض بيكون اكثر عرضه للاصابات المفاجئه مقارنه بالناس اللي ما عندهمش ايه، اللي ما عندهمش امراض مزمنه. دول اكثر ناس عرضه للاصابه. تمام يا دكتور. تمام دكتور سامح، دلوقتي بقى جينا بقى ايه للريستاج، كيفيه علاج الاصابات المفاجئه. طيب هو في ست حاجات بنستخدمهم في الاول، اول حاجه عدم تحريك العضله المصابه، وعلى تمام. حسب شده ومكان العضله دي ما تتحركش. تمام. تاني حاجه بنعمل كمادات تلج باستمرار على مكان المصاب. ده يعمل ايه؟ ده قبل الريستاج. ده احنا انا جاي لك في الريستاج، ما تستعجلش على الريستاج. احنا لا اصلا انا مدمن ريستاج دلوقتي. اهم من الريستاج ان احنا فعلا نفيد الناس ونعرفهم ازاي يتفادوا ده تمام. ويعالجوا ده. يبقى احنا قلنا ست خطوات. اول حاجه عدم تحريك العضله المصابه. تمام. دي بتتفادى الديتوريشن او الكومبليكيشن اللي ممكن يحصل. ليها حاجات كتير. عدم تحريك، ممكن انت مثلا لو عندك كسر تحريكه غلط، لو حتى في تمزق تحريك العضله غلط، يبقى ما نحركش العضله المصابه وحسب شده الالم. تاني حاجه الكمادات تلج. تلج. دي بتقلل من التورم. تمام. وبتقلل من النزيف. تالت حاجه ربط الجزء المصاب، بيعمل لي حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هو بيحجم من حركه المكان المصاب. انت مثلا لو عندك جات لك اصابه في الريست، الريست ده انت لو ربطته بتقلل الحركه. ثبات الريست او ثبات العضو المصاب في الوضع ده بيدي فرصه للجسم ان هو او للانسجه انها تعمل بناء تاني للانسجه اللي حصل فيها تهتك. تاني حاجه في عدم تحريك الجزء المصاب ان هو برضو بيقلل التورم. تمام. رابع حاجه بنرفع الجزء المصاب بحيث يبقى فوق مستوى القلب. يعني مثلا انت لو عندك ايدك مصابه ترفع ايدك او تستخدم حامل ذراع عشان خاطر يبقى فوق مستوى القلب. ده برضو بيقلل من التورم وبيساعد ان شويه الالم ما نحسش بيه. خامس حاجه والمهمه بقى طبعا استخدام الريستاج سبراي كبدايه. الريستاج سبراي كبدايه ده بيعمل مفعول السحر ان انت ما بتحسش بالالم بعد 15 ثانيه فقط من استخدامه. تمام. لك ان تتخيل 15 ثانيه بعد رش السبراي. ده الاصابات المفاجاه. الاصابات المفاجاه بيشل لك الالم تماما، ما بتحسش بالالم تماما. بعد كده انت استخدمت الريستاج سبراي، هيبتدي الاول انك ما تحسش بالالم، بعد كده بالمواد اللي فيه كمضاده للالتهاب اللي هو بينتج عن التروما او عن الكدمات اللي احنا اتكلمنا عنها والسويلنج التورم والالتهاب. المواد اللي موجوده في الريستاج بتعالج السويلنج والتورم والالتهاب اللي حصل بسبب المؤثر الخارجي ده. بعد ما خلصنا يعني احنا استخدمنا السبراي، نقدر بعد كده نتواصل بالجل. تمام. الجل مع التدليك الخفيف ده بيعمل زي روبنج افكت او بيسرع الدورة الدموية للعضو المصاب. طيب. بيساعد برضو على الاستشفاء. سادس حاجة بقى واللي هي برضو تعتبر مهمة، لو احنا كل الخطوات دي ما جابتش نتيجة او حتى جابت نتيجة عشان برضو زيادة في الاطمئنان، ان احنا بنعرض المريض على طبعا طبيب متخصص، هو بقى بيعمل له الفحوصات والاشاعات اللازمة وبيقدر بعد كده بيكمل معاه رحلة العلاج زي ما الدكتور محمد بقى يكمل لنا يعني. ماشي يا دكتور. دكتور محمد، احنا خلاص بقى يعني جبنا بقى المريض او اللي حصل له اصابه مفاجاه كده، وحضرتك بقى ايه تفضل ايه معاه بقى، وشوف هتعالجه ازاي او هتشخص الحاجه ازاي وهتتعامل معاها. تمام. انا عاوز بس اقول حاجه، ان التعامل مع الاصابه الرياضيه او الاصابات المفاجاه ممكن يخلي الاصابه تستغرق من بضع ساعات لاصابه تستمر طول العمر. الشخص لو ما تعاملش تعامل صحيح مع الاصابه اللي هي المفاجاه ممكن يخلي الشخص بعد ما كان يقعد يومين ثلاثه او اقل او اكتر حاجه بسيطه يخليه معاه الم دائم طول العمر. انت متخيل واحد حصل له اصابه بسيطه على مستوى الفقرات العنقيه كده، حصل له شلل صغير، واحد اتعامل معاه بشكل غير علمي او بشكل مش فاهم، تخيل ممكن يحصل له شلل شلل دائم لانه اتعامل غلط. واحد عنده حصل له التواء على مستوى مفصل الكاحل، التعامل مع مستوى مفصل الكاحل محتاج تعامل
دقيق وتعامل محترف، لان هو مفصل اقل الما مقارنه بالمفاصل الثانيه. المريض بيقوم ينفض هدومه ويمشي يكمل مشواره، ممكن يلعب عليها كوره، ومع ذلك بسبب انه ما بيتعاملش معاه بشكل محترف يخلي الشكوى بتاعته معاه طول العمر. طيب ازاي اتعامل؟ انا بقسم التعامل مع الاصابات المفاجئه حاجتين. رقم واحد تعامل فوري، والتعامل الفوري لازم كل شخص عاقل ذكر او انثى صغير او كبير لازم يكون عارف ازاي يتعامل مع الاصابات المفاجئه بالتعامل اللي هو التعامل الفوري. ليه؟ لان انت ممكن يكون الاصابه ده لشخص عزيز عليك، والدك، والدتك، اخوك، اختك، زوجتك او ابنك، شخص تتعامل معه بشكل محترف تخليه يتفادى، ممكن تنقذ حياته من الموت او ممكن تخلي الاصابه تاخد وقت قصير جدا. انا قسمت التعامل الفوري ده كلمه اختصرتها في كلمه برايس، بي بروتكشن. يعني بروتكشن حمايه، احمي نفسك واحمي المريض اللي عامل اصابه. يعني مثلا اللي حصل له اصابه مفاجئه عباره عن حادثه، انت تقف تركن عربيتك، لقيت حادثه عاوز تروح تتعامل معاه، انت راجل محترف بقى تعدي الطريق فجأة تقوم انت كمان مخبوط، بقت حادثتين. او مثلا هو شخص اتعرض لاصابه مفاجئه عباره عن كهرباء، كهرب تروح تعالجه في نفس المكان اللي فيه كهرباء هتتصاب انت كمان، او هو اتزحلق في ميه تروح تعالجه في المكان. لا، لازم تعمل بروتكشن لنفسك وبروتكشن للمريض اللي انت بتتعامل معاه، فتشيله بعيد خالص عن المكان. رقم 2 ار ريست. ريست يعني ريح العضو المصاب، بلاش الله يكرمك تقعد تقول له طب ما تجرب كده دوس ايه، لا، انت يكفيك بس انك تجيب كرتونه وتحطها على العضو المصاب وتقوم لففها كويس جدا، ودي الحاجه المتاحه اللي قدامك في الايه في المكان. لو معاك طبعا جبس او جبيره يكون افضل، بس مش متاحه خلاص يبقى دي ريست. رقم 3، ودي اللي انا ضفته في القاعده، لان القاعده ار واحده، لا انا خليتها 2 ار، اللي هو ريستاج سبري. ليه ريستاج سبري؟ انا فاكر لما المندوب بتاع ريستاج دخل لي قال لي ده الريستاج فيه منتول وفيه كامفر وفيه، قلت له ايه ده؟ ايه اللي فرق بينه وبين اللي في السوق؟ قال لي في ميثايل سلسلتها 10%. انت متخيل يعني ايه ميثايل سلسلتها 10%؟ اكتر حاجه في السوق موجوده ميثايل سلسلتها 4%. يعني ايه ميثايل سلسلت؟ ميثايل سلسلت يدينا مسكن ومضاد التهابات فوري بعد 10 ثواني ل 20 ثانيه. المريض اللي بيجي لي او معظم المرضى المصريين عندهم امراض مزمنه، كبد، كلى، ضغط، سكر، عنده التهابات في المعده، عنده حساسيه من بعض الامراض، من بعض الادويه. فلما يجي المريض بيشتكي لدرجه ان واحد بيجي لي مثلا واخد خبطه في الضلوع مش قادر ياخد نفسه، مش قادر اسمع شكوته، وانا محتار عاوز اديله مسكن قوي جدا، عاوز اديله حقنه ومعاها البوسه، عاوز اديله قرصين مع بعض ادويه، انا عندي يا دكتور الضغط ده، انا عندي يا دكتور قرحه في المعده، تقف خالص مش هتعمل ايه؟ مع ريستاج يا دوبك برش من 10 ثواني 20 ثانيه على الاقل باخد منه، بسمع صوت، تسمع صوت، باخد منه معلومه، باخد منه معلومه اقدر افيدها. فريستاج حل لي مشكله كبيره جدا كنا بنقع فيها، لدرجه حتى الاصابات الرياضيه لما يجي لي لاعب يطلع لي من الملعب اصابه بسيطه بعد ما افحصه اصابه بسيطه، طب ادي له ايه؟ ادي له حقنه مسكنه تشتغل بعد نص ساعه، ولا ادي له برشامه تشتغل بعد نص ساعه؟ المدير الفني بيقول لي نزله لي حالا انا عايزه. مع ريستاج 10 ثواني بالظبط بيكون مكمل لعبه، بس بعد ما اطمن الاصابه بسيطه، ما ينفعش اديله ريستاج لان هو مسكن قوي جدا وعنده اصابه جديده يزود المشكله. انا اتاكدت ان اصابه بسيطه بتاخد يعني ساعه او ساعتين ويرتاح، مع ريستاج بنزله بالفعل. يبقى دي رقم 2، يبقى بي ار ار اللي هو بي بروتكشن، ار اللي هو الريست، ار الثاني ريستاج، الاي ايس. ايس يعني التلج، التلج بشكل فوري سواء لاصابه او غير اصابه. انت لو راجل رياضي محترف او رياضي هاوي وعاوز تحافظ على عضلاتك ما يحصلهاش اصابه بشكل كبير او بشكل متكرر، خلص تمرينك الرياضي واستخدم التلج على العضلات الكبيره سواء الاماميه او الخلفيه او السمانه او العضلات. التلج بيعمل ايه حضرتك؟ التلج اكتر حاجه بتعمل ريفريشمنت للعضلات، بيزود الدوره الدمويه للعضله خاصه لما تبقى فاضيه. يعني العضله بعد ما تعمل مجهود جامد خلاص فضت من الجلايكوجين اللي فيها اللي هو مدي لها الطاقه، فانت عاوز تعملها ريفريشمنت، اكتر حاجه ادي لها تلج. ودي اللي احنا بنعمله مع الناس المحترفين الرياضيين المحترفين، ودي نصيحتي للرياضي اللي هو الغير محترف اللي بيروح بس عشان يرفع اللياقه البدنيه بتاعه جسمه ويزود وظايف جسمه كرياضه عاديه، يعني بنصحه عشان لان دول اكثر ناس عرضه. اما التاني اللي هو الرياضي هو شخص وهو صغنون كده قاعد يمارس رياضه فعضلته قويه فبتستحمل اي قرارات مفاجئه، بخلاف الرياضي الايه اللي هو الايه الهاوي. القاعده بعد كده سي كومبريشن، عند المكان اللي انت حاسس انه اتصاب اربطه رابطه خفيفه. بعد كده الفيجن يعني ارفعه اعلى مستوى القلب عشان ما يحصلش تورم فيه. خلصنا ده اللي كل واحد لازم يكون عارفه، اي شخص مش لازم يكون طب خالص ولا طبيب خالص ولا ممرض ولا دكتور علاج طبيعي، لا اي شخص لازم يكون عارف القاعده ده ويطبقها مع اي اصابه مفاجاه قدامه. خلصنا عملنا له الاسعافات الاوليه اللي هي لازمه قوي، اللي هي بعد كده بتفيدني انا كدكتور جالي المريض عامل له الاسعافات الاوليه ده، انت وفرت عليا وقت كتير جدا، كنت لسه هقعد اشتغل في الحته ده ممكن اخد يومين او ثلاثه وهقول له استنى عشان نعمل اشعه، مش هينفع اعمل رنين دلوقتي عشان في ورم شديد، لا هو جالي اتخلص من الورم، اتخلص من بعض الالم، من بعض الالام،
ابدا بقى اشخص عن طريق الفحص السريري، عن طريق ايديا سواء اصابه على مستوى الركبه على مستوى الكاحل، بالفحص السريري بتديني معلومه كبيره جدا. بعد كده ممكن بقى احتاج سونار، احتاج اشعه عاديه، احتاج رنين، وبناء عليها بحدد شده الاصابه، ده حصل له بس شد في العضله او شد في الرباط، ولا حصل له مزق، المزق ده مزق بسيط ولا مزق متوسط ولا مزق شديد، وبناء عليه هنبدا نتعامل معاه عن طريق الايه؟ عن طريق حسب النوع بتاع الاصابه، شديده ولا متوسطه ولا عنيفه، لدرجه ان احنا ممكن نحتاج عمليات، وفي بعض الحالات مع ريساج سبراي والايس او الراحه بيرجع 100%. تمام يا دكتور. دكتور سامح، دلوقتي حضرتك الدكتور قال ان نسبه، في نسبه يعني حاجه معينه بتقول 10% او 10% من السبب سليت. يعني ده يقول لك مسكن شديد. بس انا يعني انا مدير الشركه، بس يعني عشان اتكلم زي ما الدكتور محمد اتكلم كده مش عارف. لا بس يعني فهمت يعني انا فهمت ما شاء الله يعني انا بلخص حاجات كتير قوي يعني. انا فهمت ان هو مسكن شديد، هل هو مسكن فقط؟ لا، ما هو انا يعني كده ده مسكن ممتاز. لا 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 خالص. بل كمان بعض الناس بتستخدمه في حاجات تانية. لا انت لو كنت خدت بالك من كلام الدكتور محمد، هو الريستاج المنتج الاقوى فعلا مش بس في مصر، لا ده في الشرق الاوسط كمان، كمسكن ومضاد للالتهابات، كمعالج للالم. الريستاج بيسكن الالم وبيعالج الالتهاب اللي بيسبب الالم. الريستاج هو مش مسكن فقط. لا 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 خالص خالص. خد بالك برضو زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت، الحاله المعنويه، لما يكون مريض مجرد ما بيحصل له الم وبسرعه بتحس ان الالم راح، او قدر بعد كده يحرك الجزء المصاب ده، او قدر يحس ان الالم قليل شويه، طبعا النفسيه دي بتساعد كتير جدا في العلاج. وزي ما قال الدكتور محمد برضو، لو جينا نتكلم على مكونات الريستاج هنقول من تول كريستال، وبرضو نتكلم الحلقه اللي فاتت من تول كريستال يختلف تماما عن من تول اويل، واتكلمنا وقلنا المنتول كريستال بيشتغل على الكولد نيرف ريسبتورز وبيقلل الاحساس بالالم وبيقلل الاشارات اللي بتروح للمخ تقول ان في الم في المنطقه دي، ده حلو قوي، ده بيسكن الالم. وكذلك برضو الفيتامين اي اللي هو بيشيل الويستس من الـ من الـ من العضلات، بيشيل الويستس اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي اللاكتيك اسيد اللي في الاول دي، عشان يخلي العضلات تتنفس، خلي عضلاتك تتنفس بالفيتامين اي، بيعمل ريفريشمنت، بيزود وصول الدم بالنيوترنت والاكسجين للعضله. بس نرجع ونقف برضو على الجزء الاهم في الريستاج، هو الميثايل سلسليت. الميثايل سلسليت بالتركيز اللي هو 10%. وبعدين برضو انا عايز اقول حاجه بقى يعني ناحيه صيدلانيه، يعني بما اني صيدلي، هي مش فكره 10 و5 و15 و20، يعني مثلا حاطط 10 طب خلاص لا انا هحط 15، مش بالكيلو مش بالكم مش بالكيف، بالكيف. وتحط من هنا ايه وتحط من هنا ايه، والتكنيك او النو هاو ان الفورمر بتتعمل ازاي وبتتركب ازاي. الميثايل سلسليت بالتركيز ده في الفورمه دي بالذات هو اقوى مضاد التهاب في علاج موضعي. وزي ما اتكلمنا برضو الحلقه اللي فاتت، العلاج بتقنيه التبريد، العلاج بتقنيه التبريد احنا بنستخدم فيها منتول كريستال. بس هل هو العلاج بتقنيه التبريد ان انا بستخدم منتول كريستال ان هو بس بيسكن الالم؟ لا، ده انا بسكن الالم لحد ما الميثايل سلسليت يبتدي يشتغل كمضاد للالتهاب، وانا عالجت الالم وعالجت سبب الالم. تمام. وفي مده قصيره جدا. تمام. مده قصيره جدا. الميثايل سلسليت بالتركيز ده هو فعلا سر من اسرار نجاح الريستاج. تمام. شيء جميل جدا لما يعني الشركه مصريه وبتنتج منتج، يعني انا بقول لك انا جربته على يعني على حد قريبي، تمام كده؟ حماتي ممتاز. طب ليه؟ لا هي كانت محتاجه فعلا يعني ست كبيره. ابو الحسن حماتي يعني. لا حقيقه لا انا اصلا مش هطلع هوا، انا نوعيت كده ما بطلعش هوا الا بكون متاكد من المنتج اللي انا هعلن عنه. تمام. مش هتكلم وخلاص، يعني انا عارف ان حضرتك صيدلي وعارف ان ده طبيب يعني اصابات ملاعب وكلام من ده، بس انا عايز اتاكد انا كمان هل يعني. فطبعا عندي حماتي كبيره في السن، فوق 60 سنه، ركبتها تؤلمها جدا، وخدت علاج كتير وخدت حقن كتير وكده، وهي عندها الضغط، فخدت ساج اللي هو مش السبري، استخدمت الجل. كلمه ممتازه شويه يعني، معلش بصيت لها يعني في البيت رايحه جايه كده. انهي بيت بقى؟ عندك ولا عندنا هي حماتي زي والدتي تماما. بس في حاجه بقى يعني دلوقتي الركبه لا مفيش الم، لا بسبب الضغط او حاجه، القدم نفسها بقى ورمت يعني مش عارف يعني في الالم الركبه زال، بل هل ده بقى بسبب ايه بقى حضرتك؟ الورم؟
الورم لاسباب كتير جدا، بس في السن الكبير احنا ايه، هي فوق 60 كمان، فوق 60 احنا ليه احنا كده في كشباب من دلد الرجلين ما بتورمش؟ ربنا خلق حاجه اسمها مضخات، المضخات في السن لسه قويه، فالدلد رجلك خلاص هي شغاله، بخلاف السن الكبير او الوزن الزياده، الوزن الزياده بيضغط على المضخات، الوزن زياده مش عارف ينزل الدم ينزل مش عارف والله زياده جدا او المضخات ضعفت عشان سبب سبب السن الكبير برضه الدم ينزل مش عارف يطلع. تمام. او الـ يعني استخدم ويعني مش كلمه يعني شكر شويه حقيقه بجد، يعني حسيت ان في شباب يعني في واحده شابه قدامي بتبشر في البيت كبير جدا، فرق كبير جدا بين الريستاج كانتي انفلاماتوري كانالجيسك وبينه وبين اي منتج موجود في السوق حرفيا. دي حقيقه. خد بالك برضو، خد بالك برضو، كون ان تلاقي علاج موضعي بالجوده دي وبالسرعه دي وبالنتيجه الهائله دي دي حاجه، وبالسعر ده يعني برضو احنا مش عايزين نتكلم على السعر، هو فعلا السعر افوردبل جدا او مناسب جدا لكل الناس، سعر احنا فعلا راعينا ده جدا في في, في 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 انتاج الريستاج، ان احنا مش عايزين نحمل على الناس اكتر ما هي يعني في اعباء الحياه. فبعدين برضو زي ما قال الدكتور محمد، انت بتتفادى مشاكل كتير ممكن تيجي من كتر استخدام المسكنات والبراشيم وكل ده، في مشاكل زي ما اتكلمنا برضو الحلقة اللي فاتت بتبدأ من أول الألرجي أو الحساسية لحد لا قدر الله الفشل الكلوي. أنا لما بيبقى عندي منتج زي ده أنا يعني أنا بتهيألي أنا طب أنا ليه ما استخدموش؟ يبقى خط عندي خط دفاع أول وكلها يعني استخدام ظاهري واستخدام ظاهري وقوي جدا وسيف جدا وآمن جدا على كل الحالات، حامل تقدر تستخدمه، طفل رضيع يقدر يستخدمه، مريض ضغط يقدر يستخدمه، مريض سكر يقدر، مريض قلب، انت بتتكلم في حاجه فعلا فعاليتها رائعه، نتيجتها سريعه، مفعولها بيستمر طويل جدا. يعني احنا قلنا مثلا هو مسكن ومضاد للالتهاب وقلنا ان هو بيسكن الالم، طب هل مسكن الالم في برضه يقول لك ماشي ما احنا عندنا برضه منتج فلان واعلان فلان بيسكن الالم، بس بيقعد قد ايه؟ دي نقطه مهمه جدا، بيقعد قد ايه؟ بقى تحط مجرد ما احط حس شويه سخونيه خلاص بقى ايه ربع ساعه المفعول راح، لا فرق كبير، فرق كبير بين ده، ده بيتيح لك وبيتيح برضه للدكتور محمد يتكلم عنها حته ان انا ما اجي يعني الدكتور محمد يكتب مسكنات او يوصف مسكنات لمريض في رشدته، طب ما انا يعني مش محتاج كل المسكنات دي معايا ريستاج، بس حاجه موضعيه ملهاش اي اثار جانبيه سريعة، بتدي مفعول سريع بتستمر فتره طويله. تمام. مش محتاج اكتر من كده. يعني محتاجين ايه تاني؟ دكتور محمد، حضرتك بتفضل ايه بقى في رشدة حضرتك؟ ريستاج جل ولا سبري؟ قبل ما اتكلم عن النقطه دي لازم افرق بين الاصابه، في اصابه اكيوت اي عنيفه وفي اصابه كرونيك مزمنه. اكيوت اللي هو المريض اللي لسه جاي لي، المريض اللي لسه جاي لي يفضل انا بفضل استخدم له ريستاج سبري لانه سريع جدا. اما مريض عنده مرض مزمن هيقعد معاه سنين طويله جدا، ممكن انا كطبيب اتزن ان انا اكتب له مسكن مره واثنين وثلاثه واربعه في اليوم الواحد عشان يقدر يسكن له سواء حقن او برشام، لا بديله الجيل يدهن بيه براحته جدا. ميزه الجيل ان المريض لو خده لو كل ساعه حط منه ما فيش منه اي اثار جانبيه تذكر، الا اللهم في بعض الحالات ممكن يحصل حساسيه ودي حاله نادره جدا ما بتحصلش في غالبا غير يعني نسبه حدوثها لا تذكر. اما مريض ضغط، مريض سكر، مريض كبد، مريض كلى، مريض قرحه، مريض ده كله ده محتاج مسكن ومسكن قوي، ده راجل عنده روماتويد، ده عنده عرق الناس، ده عنده خشونه متقدمه، هو مش هيقدر يعيش خالص من غير مسكن. طبعا. وانا كطبيب هديله مسكن ابوظ له معدته ولا ابوظ له كبده ولا كلى اعمل ايه؟ فلو اصابه اكيوت لسه جاي لي افضل الريستاج اول اسبوعين او ثلاث اسابيع، بعد كده بقى في الاصابات المزمنه اللي هو الامراض المزمنه بديله ريستاج جل يمشي عليه فتره طويله جدا ما فيش منه اي اثار جانبيه تذكر، وابقى كمان مطمن على المريض، اصل المريض ده اخويا او اختي او والد او والدتي هو عزيز عليا. وما ينفعش يعني في دراسات بتقول ان في على المدى البعيد المسكنات بتعمل خرم في المعده، انت متخيل يبقى مريض ومريض مبسوط خالص وبياخد المسكنات اللي هي امن مسكنات موجوده في السوق. تمام. فجاه ان في وغاليه جدا بعد كده. مسكن ممكن يوصل ل 200 جنيه ياخده بيكفيه حوالي 5 ثياب، انت واخد بالك؟ وعشان بيديله عشان امان عليه، امان على ضغطه وسكره، ومع ذلك يعمل له خرم في المعده عشان ايه؟ الريستاج بتمنه بسرعته، حط منه كل ساعتين ثلاثه مفيش اي مشكله منه خالص وامان جدا، يبقى احنا وصلنا لهدفنا اللي احنا محتاجينه من غير ما نعمل خلل في وظائف الانسان. لذلك المريض لما يجي لي عنده خشونه متقدمه في الركبه، خشونه متقدمه في الركبه احنا يفضل نعمل له عمليه اسمها تغيير مفصل، عمليه كبيره، عمليه تغيير مفصل يفضل نعملها فوق سن 60 سنه. طيب المريض عنده 40 سنة وزنقنا جامد، يقول لي يا دكتور أنا مش بعرف أعيش غير بمسكنات، أقول له لا نخش عمليات، لو أنت تعرف مش هتعرف تمشي غير بمسكن لازم نخش عمليات، لأنك أنت هتاخد مسكن هيسكن مؤقتا ونبوظ الكلى والمعدة والإيه والكبد.
مع الريستاجيس بري لا، ده خلينا المريض يمشي سنه واثنين وثلاثه بمسكن موضعي من غير ما ناثر على حاجه ومشي له حياته لغايه ما يكسر سن 60 عشان نعمله تغيير المفصل، لان المفصل له عمر افتراضي وبيبوظ، بيقعد حوالي 10 ل 15 سنه وبيبوظ. تغيير المفصل اولا نسبه نجاحه عاليه جدا، لذلك بنفضل المريض يغيره عنده 65 سنه ولا حاجه، فلما يبوظ عنده 80 85 سنه خلاص كتر خير الدنيا، بخلاف تغيير المفصل الثاني. فلما المريض يزنق لو عنده 40 سنه وعايز يعمل تغيير مفصل دلوقتي ويجي تاني بعد عند 50 سنه عاوز يعمل التاني، فبنبقى مظلومين جدا. فمع الريستاجيس بري لا، مشلنا المريض سنين طويله جدا من غير ما يحصل اي مشاكل واثار جانبيه. نقطه برضو انا عايز يعني اضيف حاجه على الدكتور محمد، هو قال بس ان هو ممكن احط لكم ساعه، لا ده احنا الريستاج سواء الجل او السبراي فاست اكتنج لونج لاستنج، يعني بيشتغل بسرعه جدا وبيستمر معاك فتره طويله قوي. يعني انا ممكن مش محتاج مثلا الجل مثلا او ال لان من استخدمته من ضمن كام ساعه الجل ممكن يقعد معاك 8 ساعات 8 ساعات، لان من ضمن اسباب الناس تستخدم مسكنات يقول لك يا عم انا هاخد جل معايا ولا هاخد سبري كل شويه اقعد ارش وانا بره في شغلي مش عارف ايه. لا مش محتاج كل ده، مع الريستاج سبري او الجل انت بتستخدمه مره ممكن تقعد 8 ساعات مش محتاج استخدامه. نقطه تانية برضو، مفيش مسكن امن. تمام. انا كصيدلي اهو بقول لحضرتك مفيش مسكن امن. اللي هتلاقيه امن على المعده هتلاقيه ليه مشاكل على القلب، اللي هتلاقيه مش سيف كل على القلب في اعراض جانبيه، مشاكل على الكلى، مفيش مسكن امن. انا لما باخد الريستاج بضمن نتيجه فاست اكتنج يعني بتشتغل بسرعه جدا 15 ثانيه، لونج لاستنج بتستمر معايا فتره طويله جدا بتعدي الثمان ساعات، لك ان تتخيل. شيء جميل وان الواحد راح الشغل اهوت هحط الحاجه وانا مطمن وانا ارجع الشغل بنزل اروح اشتغل اتحرك امشي اقعد على مكتبي اقوم اقف، مفيش فعلا لا احساس بالالم ولا الاثار اللي بتظهر بعد كده. يعني انت كنت بتسالني بتقول لي في اول الحلقه ايه، انا مشيت فتره مثلا وكده وبعد كده روحت نمت قمت لقيت الالم ولقيت ظهري واجعني او رجلي وجعاني، لا انت لو استخدمت بعد ما روحت استخدمت الريستاج هتقوم مفيش حاجه خالص حقيقه. طبعا ده ما يعني ما بيخليناش نتجاهل القاعده اللي قالها الدكتور محمد اللي هو لو هحب امارس رياضه امارسها جرادوال، لا بس فعلا الريستاج مع اي الم مع اي التهاب فعال جدا جدا وبالفعل فعال جدا. بس انا اللي اقصده ايه، ليه المريض ما يحطش الريستاج في جيبه؟ دلوقتي بقت لاعبين الكوره، لاعب جيم، لاعب سباحة، مدرسة، أي حد عنده آلام سواء عضلية أو عنده آلام خشونة بياخد معاه الريستاج بالفعل في جيبه في شنطته أو في جيبه وبيستخدمه عادي خالص. اللي أقصده في بعض الإصابات الشديدة بتحتاج مسكن كل فترة ودي إصابات مزمنة. تمام. يعني واحد عنده خشونة متقدمة لا ياخد براحته خالص أمان جدا، بخلاف واحد يقعد ياخد مسكن برشام أو حقن لا مش أمان هيحصل. تمام. مشاكل كتير. أنا بس مش عايز الناس تعتقد إن هو إيه مجرد إن أنا هستخدمه بعد ساعة أحتاج أستخدمه تاني. لا 8 ساعات ده وعن تجربة وعن تجربة فعلا طبعًا. من ناس كتير يعني أنا إحنا طبعا أنا ممكن نعمل يعني في دكتور أنا مش محتاج عشان أنا بقول لك جربت في بعض البرامج وبعد يوم كامل قعد 12 ساعة بعد يعني برامج مش 8 قعد 12 ساعه بعد البرامج والمنتجات يقول لك مثلا ايه يجيب واحد مش عارف انا استخدمت طلعت واحده احنا يعني لو الواحد عايز يجيب هيجيب ان شاء الله ملايين. بس لا هي فعلا وعن تجربه والناس تجرب، احنا يعني قاصدين من السعر يكون مناسب انه يبقى في متناول الجميع، حاجه نتيجتها هايله جودتها رائعه منتج مصري فعلا. احنا في شركتنا كسايبي فارم من اكتر المنتجات اللي احنا بنفخر بانتاجها الريستاج جل او سبري. حقيقه يعني انا اكثر الناس يعني فخرا بالشركه، شركه مصريه، شركه بلدنا، احنا انتجنا حاجه فلابد مش الاعلام فقط بقى الناس كلها تقف مع الشركات المصريه. يا جماعه شركه سابي فارما جابت لنا منتج ولا اروع، يعني عن تجربه بقى المره دي بقى يعني غير الحلقات اللي فاتت، المره دي عن تجربه. والدكتور قال 8 ساعات، لا انا احنا جربنا 12 ساعه ماشي. فيعني اشكرك جدا دكتور سامح بشاره مدير عام شركه سابي فارما. احنا اللي بنشكر حضرتك. لا والله بجد مبسوط جدا، ويعني وان شاء الله على وعد بلقاءات اخرى كثيره، يعني اكيد في خبايا لسه في احنا نتمنى في بس ان احنا نكون قدرنا نقدم معلومه للناس تستفاد منها. تمام. برضو حابب اكد ريستاج منتج وطني محترم بنفخر بيه احنا في الشركه. اكد برضو على حاجتين مهمين، احنا الريستاج في الشركه انتاج سابي فارما جل وسبراي فقط، عشان برضو في بعض المنتجات ظهرت مغشوشه في السوق، احنا جل وسبراي انتاج سافي فارما فقط. تمام. شكرا لحضرتك. دكتور سامح بشاره مدير عام شركه سافي فارما للادويه، شكرا جدا ومتشكرين جدا على حضورك النهارده. ويعني حقيقه نفخر بجد ان في منتج مصري بهذه الروعه.
دكتور محمد فتحي درويش اخصائي الطب الرياضي واصابات الملاعب وطبيب بالنادي الاهلي سابقا وطبيب حاليا بنادي انبي الرياضي. متشكرين جدا على حضورك ومتشكرين جدا على المعلومات الرائعه. واتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم، ويعني في نهايه الحلقه اشكر القائمين على القناه واشكر الدكتور سامح على هذا المنتج الرائع الرائع بالفعل اللي حللنا احنا كاطباء متخصصين في الطب الرياضي مشكله كنا بنقع فيها كتير جدا وما كانش لها حل، كانت مشكله فعلا معضله، بالمنتج المحترم اللي قيمته عاليه جدا ده حللنا مشاكل كتير جدا. شكرا لك. شكرا لك. شرفتونا جدا. مشاهدينا الكرام هكذا انتهت الحلقه سريعا سريعا، ودائما الاوقات الجميله تمر سريعا. انا بقول ان ريستاج جل واسبري في الاثنين منتجين فقط لشركه سافي فارما، منتج وطني، منتج رائع عن تجربة، أنا أنصحكم باستخدامه. مشاهدينا الكرام إلى أن ألتقي بكم حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.